كنتكلموا دائما حول انواع الريجيمات والطريقه الصحيه والصحيحه لانقاص الوزن والتخلص من السمنه. كنا تكلمنا معك في الحلقات السابقه حول يعني انواع ديال الريجيمات وشنو هما الفرق بين نظام غذائي صحي اللي ممكن يساعدنا على انقاص الوزن وبين الريجيمات العشوائيه اللي ممكن انه تسبب في امراض ويعني ما تساعدناش، يعني ممكن انه ناخذوا نقصوا بالوزن ونكسبوه مره اخرى. تكلمنا على هاد النقط بجوج. اليوم بغينا نكونوا نكملوا في موضوعنا حول انقاص الوزن والتخلص من الدهون، بغينا نكونوا اكثر فعاليه يعني نمشيو للتطبيقي. اكيد انه المستمعات والمستمعين يبغيو يعرفوا شنو هي المواد الغذائيه اللي كنتناولوا يعني في الاكل ديالنا واللي ممكن انه تساعدنا على حرق الدهون. الوغ كيف ما هضرنا في الحلقه السابقه بان كل شخص كيتميز بالميتابوليزم، يعني بالايد ديالو. شنو هو هذا الميتابوليزم؟ هو الطاقه اللي كيحتاجها الجسم باش كيتنفس وباش كيقوم بجميع العمليات نوطامون الغذائيه والهضم. هاد الميتابوليزم كيف ما قلنا كيختلف بين المرأة وبين الرجل، وكيتحكم فيه جميع الأنواع ديال الجينات، النوع ديال النشاط، العمر والجنس. وكيف ما قلنا مثلا بالنسبة للنساء خصهم يستعملوا بين 1600 ل 1800 كالوري، وبين الرجال خصهم يستهلكوا بين 1800 و 2000 كالوري. الوغ كيف ما قلتي دابا سيكو عندنا واحد المواد اللي كنعتبروهم دي بغولور دو غريس، يعني مواد اللي هي حارقة للدهون. هاد المواد كتعلي من مستوى الايض، من مستوى الميتابوليزم، يعني من مستوى الحرق. شنو هي هاد المواد؟ الوغ هي لي زاغروم، الحوامض اللي كتحتوي على واحد الماده اللي سميتها لاسيترولين وواحد الماده اللي سميتها لابيكتين. الوغ ماده لابيكتين كنستعملوها باش كوم كوب فان، يعني كنحبسوا بها الشهيه. وهاد ماده لابيكتين كاينه في لي زاغروم، في الحوامض كيف ما قلنا، وكاينه في التفاح، بحيث بانها كتمتص الدهون اللي كانت ناولوها وكتساعدنا باش كنتخلصوا من السموم. دونك حنا كنوصلوا للناس باش يستهلكوا كميه اكثر في الريجيم ديال التفاح، نوطامون التفاح الاخضر. التفاح الاخضر يعني مقارنه مع الانواع ديال التفاح داك الاحمر اللي تيكون حلو، هذاك الاخضر تيكون يعني بحال الحامض، فيه اكثر نسبه البيكتين. واخا اوسي كنوصيهم باش يستهلكوا لي زاغروم، يعني الحوامض. داكوغ. الوغ كاين لافوكا، لافوكا اللي على خلاف الفكره اللي عند الناس ان لافوكا كت فيها ميد ما فيها دهون، كيقولوا كتخال كيخافوا من انهم غيكتسبوا الوزن. الوغ لافوكا كتساعد على تقليل الشعور بالجوع لمده 5 سوايع مرة تناول حبه ديال لافوكا، وهي غنيه بالبروتين، غنيه بالالياف، غنيه بالاوميغا 9 وبالاسيد اوليك، يعني الدهون الجيده للجسم. عندنا اوسي الوغ الباذنجان او الدنجال، الوغ هو غني بالالياف، كيحبس الدهون، كيمتص الدهون، ويمكن من التخلص من الفضلات والسموم. يعني مثلا الا قبضنا الباذنجان وقليناه في الزيت وزولناه من داك الزيت، شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان كيمتص كميه كبيره. هذا نفس المفعول اللي كيدير الباذنجان الا تناولناه في ليستوما، يعني في المعده. الوغ الا تناولنا الباذنجان فهو كيساعدنا باش كيمتص نسبة كبيرة من الدهون المتراكمة في ليستوم. الحوامض اللي تكلمتي عليهم يعني كيدخل فيهم الكيوي والبومبلوموس. وي الوغ الحوامض كيدخل فيهم بيان سور الكيوي، البومبلوموس كيدخل فيهم الاناناس. ايه اناناس. الوغ الاناناس اللي غني بواحد المادة اللي سميتها لابروميلين، اللي هي كذلك كتكسر الدهون. اوسي كاين لو سيترون، الحامض. الحامض. الوغ الحامض هو واحد الفاكهه اللي اسيد، اللي حامضه، ولكن ملي كتدخل على الانتيريور ديال الجسم ما كتبقاش حامضه، كتولي الكالين، يعني كتولي قلويه. الناس كيخافوا منها باسكو كيقول لك كيدير لي الحموضه. هو يسوفي كو يتخلط مع اللعاب، مع لا ساليف ديالنا، ويهبط ليستوما باش كيولي الكالين. بالعكس الحامض هو ماده كيساعد على انقاص، كتساعد على انقاص الوزن. الوغ هي ماده غنيه بفيتامين سي، بحمض سيتريك، بمضادات الاكسده، بالكالسيوم، بالمغنيسيوم. هي كتقوي المناعه، هي كتحافظ على الكبد وكتديتوكسيفي الكبد وكتحيد جميع انواع الالتهابات اللي تقدر الباترون كوز، تقدر تكون سبب ديال الامراض. بالنسبه لهاد الفواكه اللي ذكرتي، يعني واش كتفضلي على انه الاشخاص اللي بغاو يساعدوا يعني انهم ينقصوا من الوزن ديالهم ياخذوهم هكا يعني صاينين، ولا مثلا ممكن يشربوهم على شكل عصائر ولكن مخفين غير بالماء بلا سكر؟
الوغ حنا كنبروبوزي واحد سكون ابل لي بوسيون بغول غريس، يعني واحد المشروبات اللي الحارقه للدهون. الدهون ايه. الوغ مثلا الماء دافي بالحامض، مثلا عصير ديال بومبلوموس، عصير اللي فيه المانغ ولا الاناناس ولا باباي، باسكو تا المانغ والباباي كيدخلوا في اطار لي زاغروم الحوامض. ايه. اوسي مشروب مثلا فيه لي بروكولي، لي زيبينار، لو بيرسيل، يعني قزبر ومعدنوس، السبانخ والبروكولي والسيترون. مشروب فيه الحامض، فيه الزنجبيل، وفيه الرومارين او اكليل الجبل. ايه. اليسير والسكينجبير. وي. والحامض. والحامض. الوغ شاي اخضر ملسم بالسيترون. اوسي. ايه. الوغ عصير فيه التفاح، فيه الاناناس، وفيه لو سيلغي او الكرافس. يلا كنسولك على الكرافس. ايه. التفاح والكرافس واللي قلتي لنا الاناناس. واناناس. هادو مشروبات غادي يساعدونا على حرق الدهون. يعني ممكن نديرو التفاح والكرافس والاناناس ونطحنو على شكل عصير. ممكن نشربو مشروب دافي الشاي الاخضر مع الحامض. ممكن كذلك نديرو الحامض والسكينجبير طري مع الماء ومع اليزير. ممكن كذلك كيف ما عطيتينا القزبر ومعدنوس والبروكولي والسبانخ حتى هما على شكل عصير. وعادي الفواكه اللي ذكرتي على اساس انه نركزو على الفواكه اللي كتكون حمضيه بحال الباباي، المونغ، الحامض، الكيوي، الاناناس، البامبلوموس. الوغ كاين اوسي الشاي الاخضر. الوغ الشاي الاخضر غني بواحد المادات مثل كاتاشين ولا تيين اللي هي مضاده للاكسده. هما مواد كتحفز الجهاز العصبي السمباتيك، وبالتالي كتحفز اكسده الدهون، دونك كترفع من معدل الحرق ونمو البكتيريا النافعه في الامعاء. الوغ جميع انواع الشاي الاخضر هي محببه لفقدان الوزن، بشرط انها ما تكونش فيها ماده السكر. يعني السكر يعني من بين هو دائما الملح والسكر يعني من بين. علاش؟ باسكو الملح كيحتوي على ماده الصوديوم، السكر هو عباره عن جلوكوز. الوغ ماده الصوديوم كدير لنا سكون ابل لا ريتونسيون، يعني احتباس سوائل في الجسم. دونك الجسم كيولي الجسم بحال منفوخ. افكتيفمون كترى انوديم، الجسم بحال منفوخ وما كيستافدش من كميه الماء اللي كيتناولها، دونك ما كيفقدش الوزن. السكر هو كيحتوي على جلوكوز، دونك على سعرات حراريه. دونك الشخص هو كيتبع الريجيم، ولكن داك السكر اللي كيتناول كيزيد من السعرات الحراريه، دونك ما كيقدرش يهبط الوزن. يعني هذه من بين النقاط المهمه على اساس انه الواحد ملي يبغي انه ينقص من الوزن ديالو. ها هما كاين مواد غذائيه اللي ممكن انه الواحد ياكلها كتساعد في حرق الدهون. الملح والسكر يعني كيتخذوا باحتياط. دابا كاين مثلا حتى الاطباء مثلا كينصحوا على اساس انه ربما السكر يتحيد ويتعوض بحويجات اللي هما حلوين طبيعيين، بحال العسل الحر، بحال التمر مثلا. وبالنسبه للملحه تيقول لك ما غاديش نحيدوها نهائيا. افكتيفمون يعني مثلا يعني حنا كاطباء واخا كيجي عندك المريض اللي عنده ارتفاع الضغط يعني ليبرتونسيون ارتيريال، نعطيوه الدواء مي ما كنقدروش نزولوا له الملحه ديفينيتيفمون. يعني كنقصوا له الملحه. علاش؟ باسكو الملحه مكونه من واحد الماده اللي سميتها اليود، والغده الدرقيه كيف ما هضرنا في حلقات سابقه لا تيغويد كتغذى من اليود وكتحتاج اليود. دونك الا قبضنا الشخص وزولنا ليه الصوديوم بطريقه يعني نهائيه في الاكل ديالو، دونك حنا كنديروا واحد اضطراب في الغده الدرقيه. يعني ماشي غنداويو الضغط، ارتفاع الضغط، وغنمرضوا الغده الدرقيه. سو كيف كو واخا كنلقاو عنده ليبرتونسيون ارتيريال كنعطيوه الدواء، مي كنطلبوا منه ينقص من الملحه. صافي دير كوا يعني الخبيز يكون مسوس والماكله تكون نورمال باش يدير داك التوازن في الاكل ديالو. لانه دابا في غالبيه الاشخاص كنلقاو مثلا يدير الفطور مثلا اتاي مع البيض، خصو ولا بدا يدير الملحه، في حين انه البيض واخا تاكلو بلا ملحه ما كاينش مشكل. نسبه الصوديوم ديجا كتلقى مثلا في الشلاضه يدير الملحه، في المرقه يدير الملحه، وكاين اللي مثلا حتى ملي كيبدا ياكل كيعاود يرش مثلا الملح. يعني هادو اضافات اللي ما عندهم حتى شي اهميه. تمام. قد ما الواحد نقص منهم هذه طريقه على اساس انه الواحد مثلا يخلي الملحه معتدله، والا نقص منها شويه كان احسن، وياخذ الخبز المسوس باش يدير داك التوازن. وسي كاين واحد النوع من الاكل اللي هو ملح. يعني غني بالصوديوم. دابا حتى العطريه ديالنا ملي كتبدا طيب بزاف يعني راه كتولي بحال مالحه شويه، كذلك حتى الانواع ديال الخضره فيهم يعني واحد الملوحه. صحيا خصنا نطيبوا الخضره سون كونديمون، يعني بلا لي زيبيس، بلا عطريه. نديروا العطريه في الاخر باش نحافظوا على الاملاح المعدنيه اللي كاينه في الخضر. في الخضر واخا. نكملوا في المواد الغذائيه لحرق الدهون. الوغ كاين سكون ابل لو جينجمبر، سكينجبير. الناس كلهم كيعرفوا. الوغ باش كيحقق واحد الفعاليه خصنا نكونسومي منه 500 ملغ بار جور. خصنا نكدوا البال سي كو
كنجبير فعال ابارتيغ دو 500 ميلي غرام بار جو، ولكن ملي كنوصلوا 4 غرام بار جو هو كيولي توكسيك وكتولي ماده سامه. يعني وي خصنا نكونسوميو سكينجبير ولكن ماشي بطريقه كثيره. سكينجبير طري هذاك اللي داير بحال بلاطه قصبيه في الشكل ديالو هو اللي تيكون فخي هو اللي نستعملو. بحال دابا ناخذو غير طريف منه، ماشي طريف منه، قبيصه منه، شويه منه، صافي غير معلقه باغ اكزومبل غنطيبو الغدا براس معلقه الشلاضه مثلا، ولا في عصير مشروب هذا اللي عطيتينا نضيفو غير راس معلقه. افكتيفمون علاش؟ باسكو السكينجبير هو من اهم الاعشاب اللي كتنشط المناعه وكتكافح الامراض، هو مضاد للالتهاب، هو كيتحكم كذلك في نسبه الجلوكوز عند الناس المصابين بداء السكري من النوع الثانيه. ولكن الا كان الافراط تناول يعني بيان ماتير توكسيك يعني بشكل زايد مثلا على معلقه تماما هذا هو كيولي ماده سامه الا فتنا فيه 4 غرام. الوغ البروبليم سكو بالنسبه للشخص في لا براتيك كوتيديان يعني في البيت ديالو غتقول له استعمل السكينجبير طري ما غيعرفش شنو هي 4 غرام وشنو هي 500 ملي غرام. الوغ سكيفي كنقولوا له راس معلقه لا بتيت كويغ. هادشي علاش يعني بعض الاشخاص اللي كيكونوا استعملوا مثلا في الريجيمات السكينجبير طري وكيقولوا انه كيحرق الدهون وكيساعد على التخلص من الارداف ومن البطن مثلا وكيبداو يستهلكوا باستمرار، يعني يعني ماشي براس معلقه وانما غير كيحكوه وكياخذوه بطريقه عشوائيه. واحد الوقيته كاين بعض الاشخاص اللي كيحسوا بالذات ديالهم كتولي تسخن عليهم، كيحسوا بواحد الحراره يعني من الداخل، هما كيحسوا على انهم راه كيتفاعلوا مع داك السكينجبير طري وبانه راه افكتيفمون هما يقدر يكون الحراره اللي كيحسوا بها سي با كيستيون كو كيتفاعلوا مع السكينجبير سي كو فاتوا لا دوز هذاك الشيء. وبين الاثار الجانبيه ديال ماده الزنجبيل هو كيدرنا دي دياغي، كيدرنا دي بغولور دي ستوما، يعني الا كثرنا منه يقدر مجهد فوالا يقدر يوصل لقرحه المعده. وما كنستعملوش الزنجبيل عند الناس اللي مراد بالاوبستركسيون دي فوا بيليير، يعني اللي مراد بالامراض الكبديه، لان عنده التهاب الكبد ولا امراض الكبد يعني باش ما يطيبش الكبده مثلا كتكون افكتيفمون باسكو الكبد ما غيستحملش داو المعده كيكونوا حساسين افكتيفمون. وحتى الاسيويين يعني في الطبخ ديالهم راه ما تيكثروش بزاف، يعني صراحه الا هما الاولين يعني هما اللي كيستعملوا سكينجبير طري كينسمو عندهم بحال فعلا عطريه كيضيفوها يعني كاضافه، وكنشوفوا رشه خفيفه ديال سكينجبير طري حتى في الاكل ديالنا يعني ما كثروش منه. بالنسبه لنا ما خصناش خصنا نسمو الماكله ماشي ناكلو سكينجبير، سي سا لا ديفيرونس. واخا كاين اوسي كاين اوسي سكون ابل لو كركوم. اييه الوغ لو كركوم الخرقوم يعني البلدي البلدي ديالنا افكتيفمون اللي هو عنده نفس المفعول كو الزنجبيل، مي حتى هو خصنا نتناولوه باعتدال. واخا كاين لو كوري او التوابل الحاره. الخرقوم البلدي كنسمع لانه كيقتل الخلايا السرطانيه، كيساعد على يعني افكتيفمون كيقتل الخلايا السرطانيه. علاش؟ لان هو والزنجبيل والكوري والتوابل الحاره من نفس الاسره ديال فعلا ديال هاد الاعشاب، سكي في كو شنو كيديروا لنا سي كو كيضادوا الالتهابات، هما مضادين للالتهاب وجميع انواع الالتهابات هي اللي كتعطينا اون نيسونس يعني بدايه الخلايا السرطانيه. يعني الا قضينا على الالتهاب الداخلي في الجسم فاحنا قضينا على بدايه السرطان. وكاين افكتيفمون يعني كاين واحد دي بروتوكول اليمونتير، كاين دي ريجيم اليمونتير، حميات غذائيه للوقايه من الامراض السرطانيه. ان شاء الله نديروا حلقه خاصه باذن الله للوقايه ونتكلموا ان شاء الله على هذه المواد الغذائيه اللي ممكن تساعدنا وكذلك النظام الصحي اللي نمشيو عليه. كيف ما قلنا التوابل الحاره بحال لو بوافغ نوار يعني هي البزار الابيض بحال موتارد بحال موتارد اييه وبحال الكوري. الو هاد التوابل كتزيد من معدل الحرق. الكاري هذا من العطريه الهنديه وي داير بحال الخرقوم البلدي في اللون ديالو هو غامق شويه عليه. الو هو مكون من الخرقوم البلدي مكون اوسي في اضافات اخرين وي في اضافات اخرين بحال القرفه بحال الفينيغريك او او الحلبه وعده اعشاب مختلفه. الو التاثير ديالها سكو كتزيد من معدل الحرق وكيبدا التاثير ديالها ابري 20 مينوت. احنا كنعرفوا بان الاحساس بالشبع يعني ملي كنكونوا كناكلوا وجبه غذائيه لو سيرفو ديالنا كيوصل له لو ميساج بان احنا شبعنا ابري 20 مينوت اللي كنسميو حنا لو سنتيمون دو ساسييتي يعني الاحساس بالشبع. الوغ هنا فين كيدخل الدور ديال هاد التوابل الحاره باسكو هي كتاثر ابري 20 مينوت، يعني هي كتعطينا واحد الاحساس بالشبع اكثر من نورمال. يعني مثلا الا كلينا ماكله شويه حاره فيها الكوري ولا لو بواب ولا لا موتارد
واخا ناكلوا طريف ديال الجرس صغير غنحسوا بواحد الشبع اكثر من ناكلوا كميه كبيره. وحتى هاد العطريه اللي ذكرتي مثلا ممكن انه الشخص بحال دابا يعني باغي ينقص من الوزن ديالو وخدا مثلا التفصيل ديال الخضره مثلا مفوره بحال دابا الدنجال البصله القرعه مثلا خيزو البروكولي كيف ما قلتي لنا في عوض ما نطيبوا بالعطريه ونفقدوا ديك القيمه الغذائيه ديال ديك الماكله تماماً. ممكن على انه حتى نطيبوها ونرشوا بشويه ديال سكينجبير طري محكوك اولا الخرقوم البلدي اولا مثلا شويه البزار ولا نسوطيوها في الكوري اييه ولا في الكاري يعني هادو ولا كيعطيو واحد المذاق مختلف وما كنطيبوش به من الاول. وي عاد خصنا نردوا البال سكي مثلا هاد التوابل الحاره فهي كتكون ممنوعه على الناس اللي كيعانيو من لي زيموغويد اييه هما الكواتر دوك البصر هما لي زيموغويد علاش لان هذيك الماده اللي فيهم هما فيهم واحد الماده سميتها لا كابسيين على هاد ماده الكابسيين كتزيد كتنشط عمل الاوعيه الدمويه دونك الا كانوا كيعانيو من لي زيموغويد فهي غتزيد في تفاقم حالات لي زيموغويد ماشي اي واحد ممكن يستعمل هاد يستعملهم واخا داكشي علاش وحنا كنتكلموا اليوم مثلا وفي نفس الوقت كتعطي ملاحظات على انه الناس اللي عندهم لا طونسيون ما ياخذوش مثلا هادو يعني حنا كنهضروا على عامه الناس اللي ما كاينش واحد العرض صحي كنتكلموا على العموم وكيبقى كل واحد كيسمعنا يحاول انه يشوف على حسب الحاله الصحيه ديالو طبعا واخا الوغ كاين اوسي لو كافي الوغ القهوه ديالنا القهوه العاديه الوغ هي كتحتوي وي احسن كيف ما افكتيفمون كيف ما قلت يا سناء هذه ملاحظه جيده ان القهوه المقطره احسن من القهوه الاخرى باسكو هي فيها ماده البوليفينول اللي هي مضاده للاكسده وهي كتعزز من الميتابوليزم كتحرق الدهون وكتزيد كون ابل تيرموجينيز لا تيرموجينيز هو التاثير الحراري ديال الاكل كيف كتكسر الدهون وكترفع من افراز انزيمات الجهاز الهضمي وكترفع من افراز لا ساليف اللعاب اللعاب فوالا الوغ حنا كنوصيو فريمون بلو كافي يعني دو كافي دو تاس دو كافي نوار بار جور مفيده للصحه وكاين واحد النوع من القهوه اللي خرجت هو سكون ابل لو كافي فيغ الوغ دير ضجه مؤخرا و الوغ هي كاينه ضجه على لو كافي فيغ الوغ شنو هو تعريف لو كافي فيغ هو بحال القهوه ديالنا السوداء بشنو الاختلاف ان دوك الحبات ديال القهوه ما خضعوش لواحد العمليه ديال سكون ابل لا توريفيكاسيون يعني بقاو خضرين لان في الاصل يعني ما تحمصوش افكتيم لا توريفيكاسيون هي التحميص سافي دير كو القهوه في الاصل الحبات ديالها خضرين يعني حنا غنحافظوا عليهم بديك الطريقه الاصليه ديالهم الطبيعيه ديالهم سو كيفي كو لو كافي فيغ كيحتوي على ماده الكافيين سبعه المرات اكثر من لو كافي نوار دونك لو كافي فيغ كيحرق سبعه المرات اكثر غير خصنا نتاكدوا بان هذا الكافي فيغ افكتيفمون الماده اللي كنستهلكوها واش هي افكتيفمون كافي فيغ ولا ماده اخرى هنا فين كيطرى لوبس واخا وحنا دائما كنتكلموا حول يعني هاد المواد الغذائيه في الاكل وبزاف ديال الاشخاص كيسولوا اليوم وحنا كنتكلموا على هذا الموضوع اليوم بالنسبه كاين بعض الانواع ديال الريجيم اللي كيف ما قلنا يعني خارجين موضه او الناس استعملوهم وكاين ينقص الوزن بهم وبعض الاشخاص اللي يعني كيتخوفوا يقول لك يعني ناخذوا حاجه واحده مثلا على طول النهار شويه صعيبه واش بصح واش يعني صحيح فاليوم بغيت نصحوا معك هذه المعلومات تساؤلات كثيره جات حول ديك الشوربه ديال الملفوف الشوربه ديال الكروم كاين بعض الاشخاص اللي كياخذوا على طول النهار غير هاد الشوربه فقط صباح يعني فطور وغدا وعشاء وكيشربوا معها الماء داكوغ الوغ افكتيفمون كاين واحد لي ريجيم اليمونتير حميات غذائيه كنسميهم حنا دي فينومين دو مود الوغ نوتامون هاد الحميه الغذائيه اللي كتعتمد على شوربات الملفوف يعني الشخص مده سبعه ايام كل نهار كيبقى يشرب غيان كو شوربات الملفوف الوغ هاد الشوربه كتكون في اغلبيه الاوقات فيها الملفوف لي شو فيها الطماطم البصل الفلفل جزر فيها القزبر ومعدنوس الوغ مثلا النهار الاول كيف ما معروف النظام الغذائي ديال شوربات الملفوف سيكون النهار الاول كيتناول الشخص الفواكه وكيزيد عليها شوربات الملفوف النهار الثاني كيتناول الخضر الوغ النهار الثالث كينوع النهار الرابع كيزيد يدخل لحم البقر بعد لحوم الدواجن مي في هاد سبع ايام اون بلوس دو هاد لي زاليمون اللي قلت كيزيد عليهم شوربات الملفوف الوغ هاد الريجيم ديال شوربات الملفوف هو افكتيفمون كيخليك كتفقدي الوزن علاش باسكو الملفوف فيه دلا فيتامين سي دي زونتي اوكسيدون يعني هو كيساعد باش كنقصوا الوزن
ولكن هو سلبي. علاش؟ لان كيعطينا اني في يويو، يعني مثلا انت في ديك 7 ايام غتهبطي واحد 5 ولا 6 كيلو داكوغ، لانك غتناولي غير شربات الملفوف سي نورمال. مثلا الشخص اللي كان كيفطر ما كاين حتى حاجه اخرى، فوالا ما كاين حتى شي حاجه اخرى. الوغ ملي غترجعي لاكلك الطبيعي شنو غيطرى لك؟ انك داك الوزن اللي هبطيه في هذيك السيمانه غترجعيه، و اون بلوس غديري سكون ابل لي في يويو، يعني غترجعي اكثر بكثير، حيت الجسم كيحس بواحد النوع من الحرمان، دونك كيبغي يعوض. دونك لا سيمين لي ابخي لو ريجيم كتبدي تناولي بواحد الطريقه شويه بواحد الشراهه. سي بور سا كو حنا كنديكونسييو هاد الريجيم الومونتير. اون بلوس هو ديزيكليبري غير متوازن، يعني كيفتقد البروتين، بروتين انه جد مهم لبنايه العضلات. دونك ملي كتفقدي الوزن ما كتفقديش لا غريس، كتفقدي العضل، والعضل هو المهم في بنيه الشخص. يعني ما كنقصوش من السوائل او في الجسم او للدهون، بالعكس كنقصو من العضل ديال الجسم. ايفيكتيمون اون اونترين سكون ابل اون اميوتروفي، يعني الواحد كينقص من العضل. وعاد بالاضافه كيف ما قلتي لنا دكتوره، صعيب انه الواحد يشرب يعني غير الشوربه على طول النهار مثلا. حتى نفسيا الوغ سي كو ان ريجيم اليمونتير. الوغ حنا كاطباء كناديو بسكون ابل لا نوتريسيون اوليستيك. شنو هي لا نوتريسيون اوليستيك؟ سي التغذيه اللي كتخص الجسم والروح. يعني مثلا وي نعطيك ان ريجيم اليمونتير باش تضعف داكور، ولكن او ميم طون خصني نحافظ على المورال ديالك، يعني المزاج ديالك باش تبقى مرتاح. كاين اللي دابا كيبدا في ريجيم كتحسو بحال مقلق، كيتعصب، كيتشد. بيان سور بزاف الناس كيديروا ريجيم كيطرى لهم حاله عصبيه، كيتقلقوا، كيجيهم نوع من الاكتئاب، الوغ كيرجعوا يتناولوا اكثر من افون باش كيعوضوا داك المونك دو سورتو المواد اللي كتنقصهم. في حين ملي كيكون نظام غذائي صحي غادي مزيان كتاكل من كل شيء كتحس واحد عادي. وحتى هاد الشوربه ديال الريجيم ديال الشوربه ديال الملفوف اولا ريجيمات اخرين اللي غنتكلموا عليهم اللي هما خارجين الموضه، وللاسف اللي هما طبيا ما كينصحوش بهم. يعني الاطباء في الغالبيه مثلا هاد الشوربه ديال الملفوف اللي تكلمنا عليها، اولا بعض الاشخاص اللي كيديروا مثلا الماء والتفاح الخضر والاناناس على طول النهار مثلا، في الغالب كنشوف يعني ولا كنسمع على اساس انه البنات ملي كيكون قريب عندهم العرس مثلا كتقول لك باقي لي 20 يوم ولا باقي لي واحد الشهر وغادي نتزوج مثلا، وخصني يعني تكاشط كلهم يجيو قدي وخصني نكون مرتاحه، كتدخل في هاد الريجيمات كتقول لك انا نقدر نديرو 20 يوم ولا هذا غير باش مثلا. وي الوغ انا الوغ كيجيو عندي ايفيكتيفمون، يعني شتي هاد الحالات ما شفت هاد الحالات ان سورتو كانت كتوجد العرس دوبي لونطون وكانت في واحد لا تاي معينه، جات شهر قبل من العرس وزادت في الوزن. دونك ما يمكنش تدخل في في الريج يعني اللي الوغ سكي في كو حنا ايفيكتيفمون كنعطيو دي ريجيم اليمونتير مي سكون ابل يعني ريجيم اليمونتير اكسبريس، يعني هو خاص بهذيك الفتره باش كاين ظرف خاصنا ايفيكتيفمون، ولكن ماشي ريجيم ديال الملفوف، ماشي ريجيم ديال العصائر. علاش؟ لان خصنا نهبطوا لهذاك الوزن الزائد باش تقدر تكون ايبانوي، يعني عجبها راسها في اليوم الزفاف ديالها. مي خصنا نحافظوا على نضاره البشره، يعني ما يمكنش تكون يعني عروس اللي عليها علامات تعب. كيف كو خصنا نحافظوا على نضاره البشره ونحافظوا على القوه البدنيه ديالها، لان لي ريجيم كيديروا واحد النوع ديال التعب، يعني الريجيم ديال الملفوف ولا ديال الفواكه ولا ديال الماء والتفاح، فالشخص كيحس بواحد التعب ما كيقدرش يبقى عنده نشاط عادي. وفعلا كنلاحظوا هاد جوج نقاط بالنسبه للاشخاص اللي كيديروا ريجيمات يعني بطريقه عشوائيه، كنشوف على انه واخا كتكون صغيره في السن في الوجه ديالها كيبان عليها التعب، كيبان عليها الاجهاد، كتبان بحال شي مره يعني زايده في مره كبيره فعلا. شوف لا ديزيدغاتاسيون باسكو الجسم ديالنا كينشف، دونك اوتوماتيكمون شنو كيطير لها؟ كيبانوا التجاعيد. التجاعيد كيخرجوا بزاف. ولا بو ديالها البروني، يعني كتولي اللون ديالها كيولي بلو فونسي. دونك سي فغي كو الريجيم اليمونتير مهم، يعني الحميه الغذائيه مهمه، ولكن خصنا نيفالوي لي بينيفيس ولي زانكونفينيون، يعني خصنا نركزوا على لو فات كو الشخص خصو يحافظ على الصحه ديالو وما يكونش متعوب وما تغيرش الملامح ديالو الخارجيه. وبالنسبه للرجيم الاخر كذلك اللي كيركزوا عليه السيدات بزاف على اساس انهم ينقصوا من الوزن ديالهم غير بالرجيم ديال الفواكه، ياكلوا غير الفواكه. وي الوغ كاين ان اوتر رجيم سورتو فتره الصيف مع تواجد الفواكه الموسميه. صحيح. وي مع تبارك الله حنا في بلاد اللي الفواكه متواجده الحمد لله. فوالا الوغ سكي في كو الناس كتجيهم سهله ان في الصيف ما كيتناولوش وجبات، دونك النهار كله كيتناولوا كو دي فروي، يعني كو الفاكهه. الوغ الفاكهه غنيه بالفيتامينات، غنيه بمضادات الاكسده، غنيه بالالياف، وي ولكن الفاكهه تستعمل يعني كغوتي او كديسير، ماشي كاكله، ماشي كوجبه.
دونك ما نقدروش نعيشوا بالفاكهه بوحدها، لان ملي كنساليو الريجيم اليمونتير ديال الفاكهه كنحسوا بدي كارونس، يعني خصاص في عده فيتامينات، عده مواد اللي من بعد الغوتونتي سو لا سونتي، يعني من بعد الشخص كيحس بها على المضاعفات على الصحه ديالو. معنا نجاة من الرباط. على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله نجاة، كديري لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا. ممكن السؤال اخصائي؟ اي تفضلي. انا مؤخرا درت واحد العمليه تاع المراره. وي. حيتها. وي. وبغيت نسول على نوع الريجيم اللي غادي ندير، حيت دابا واخا يلا شهرين دابا حيتها تلقى مشكل في بحال مثلا ناكل شي حاجه قليله فيها الزيت ولا شي حاجه. وي. صافي معتي كاملها طات. وي. الوغ مع العلم بان لا فيزيكول بيليير او المراره هو العضو اللي كيصفي الدهون، يعني اللي كيصفي لاغريس اللي كاينه في الماكله، يعني الشحمه. الوغ اللي كيزول لا فيزيكول بيليير ما كتبقاش عنده هذيك الصفايه. ولا فيزيكول بيليير الي ابانجول لو فوا، يعني كتكون لاصقه على الكبد. دابا انت محيده لا فيزيكول بيليير، دونك اهم حاجه انك خصك تحافظي على عضو الكبد باش يبقى مزيان. باش تحافظي عليه الوغ خصك ديري ان ريجيم اليمونتير، يعني حميه غذائيه اللي ما فيهاش المواد الدسمه وما فيهاش المواد الدهنيه. مثلا يعني خصك تبعد على اللحوم الحمراء، يعني الا كنتي غتاخذ اللحم غناخذوه واحد مره في الاسبوع. الوغ لا فيوند هاشي، يعني الكفته خاصها تكون فيوند هاشي ريجيم، يعني ما فيهاش المواد الدهنيه. مشتقات الحليب خصك تناولي مشتقات الحليب المنزوعه الدسم، وخصنا نبعدوا على بيان سور لي فريتور منوعين، يعني لا كويسون تكون اما في الفران ولا تكون بالبخار ولا البخار افيكتيمون. دونك خصنا نبعدوا على لي فريتور، على المقالي، على المقليات، ونبعدوا على المواد الدهنيه، يعني نبعدوا على الزبده، على الزيت، ونفضلوا زيت الزيتون ولا لويل دارغون، يعني زيت ارغان. دونك انت خصك تحافظي على الكبد او ماكسيموم. باش نحافظوا على الكبد خص ديما تبعدي على المواد الدهنيه، لان انت هذيك صفايه الكبد اللي هي لا بيزيكول بيليير ما بقاتش عندك. واخا كنظن هادو نصائح عامه ممكن ان تستفد منهم. معنا مريم من بلقصيري. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك لسنا، بغيت ندوي مع الدكتور. اييه تفضلي، معك مباشره تفضلي. الله يخليك، اسمحي لي. انا يا عندي 27 عام. وي. ومصابه بمرض السكري. وي. يلا دابا في شهر 11 باش مرضت به. اييه. ومشيت عند الطبيب وخرج لي الكينات. وي. اش من كينه خرج لك؟ الغلي. خرج لي واحد الكينه ليمونيه. وي داكور، اللي كتناوليها الصباح. كان هي واحده اخرى فيها 100 حبه. واخا داكور. المهم دابا ملي كندير التحاليل انايا من 3 شهور 3 شهور. وي. درت التحاليل 3 شهور الاولى خرجت لي 5.7 في الخزان. مزيان تري بيان. اها. ودابا وقع لي الحمل من شهر 3. وي حبستي الدواء بيان سور. دابا حبست الدواء ودابا تبدلت الطبيب وتبعد ما واحد الطبيبه. وي. وخرجت لي الانسولين. وي داكور. الوغ هو قبل كان خرج لي واحد الانسولين عاد يشفط على المخزن. وما كان ما عندهش تاثير على البيبي ولا شي حاجه. الوغ شوف الشريفه، داء السكري ما عندوش تاثير على صحه البيبي الا كنتي كتناولي دواك. مع العلم بان الكينات منوعين في الحمل، يعني ملي حملتي حبستيهم بيان سور، ياك؟ حبستهم. فوالا، وملي حبستيهم خديتي الانسولين. ياك؟ ملي انا ديك الساعه كنت باقا ما كنتش عارفه راسي حامله غير شي 3 ايام ولا 4 ايام. ماشي مشكل. خرجت ليهم الكينه. وي. وملي مشيت عنده حيدها لي ودار لي الانسولين. مزيان، الوغ الانسولين ما عنده حتى شي تاثير على البيبي. بالعكس. كان عطاني الانسولين ندقها في الصباح وفي الليل، وشويه ملي بقات تطيح لي السكر في العشيه كيضرني راسي بزاف، كان كيطيح لي السكر. وي. ملي مشيت عند الطبيبه قالت لي ملي كيطيح لك السكر ما خاصك تبدليها، غنعطيك سريعه. عطاتك 3 سريعه في النهار دابا ياك؟ دابا عطاتني 3، عطاتني في الفطور وفي الغداء وفي العشاء. شحال كدك؟ عطاتني جوج شرطات في الفطور، حيت الصباح كنلقاه 89 87. عطاتني جوج شرطات في الصباح، عطاتني 6 في الغداء، وعطاتني 4 في العشاء. دونك شوف، اولا الشريفه انت كديري الانسولين ولكن كديريها بواحد الكميه قليله، دونك جوج 6 4 مزيان. فهمتيني؟ يعني دابا انت واخا كتستعملي الانسولين ما عندكش داك داء السكري اللي مرتفع بزاف ولا اللي خطير، عندك داء السكري دابا بحال قلتي الطبيبه عطاتهم لك لزياده في الاحتياط. داكوغ؟
الوغ اولا لا هي قبل ملي ديت لها التحاليل اللي فيهم هاد الاخيرين فيهم 5.7 وي وي لا هاد الاولانيين اللي فيهم 5.7 ولكن هاد الثاني فيهم 5.3 ايه وملي مشيت عندها قالت لي دابا انت راه انسان عادي وي حبست لي 3 ايام قالت لي احسن نشوفوا السكر قالت لي هاكي عبري 3 ايام تنشوفوا السكر ديالك كي داير عاد نعطيك 70 الانسولين وفي هذيك 3 ايام شنو لقيتي وهذيك 3 ايام كنعبر في الصباح كنلقاه عادي كنلقاه 87 89 ولكن من مورا الغداء ومن مورا العشاء كنلقى غرامو 50 من مورا العشاء كنلقى غرامو 30 دونك دابا انت عندك سكون ابل اون هايبرغليسيمي بوست برانديال يعني عندك السكر اللي كيطلع بمفعول الاكل اللي كيطلع من مورا الاكل وهي عطاتك الانسولين هاد السريعه هي عندها الحق عطاتك الانسولين السريعه لان هي اكثر فعاليه واكثر تاثير عند الحوامل داكو وهي جوست مزيد الاحتياط باش تحمي البيبي ديالك ولكن ما تخافيش لان الانسولين ما عندها حتى شي تاثير على البيبي بالعكس هي كتحافظ على صحه البيبي داكو شكرا اختي دابا ما نخافش حيت دابا اختي عندي واحد اختي كان عندها السكر يطلع عليها بزاف وملي يزاد عندها البيبي شويه دابا مكارصه معاه بحال خرج لها شويه معاق لا ما تخافيش شريفه عرفتي علاش حيت انت ما عندكش داك السكر اللي قبيح لان عندك ما كيطلعش يعني 0.87 0.89 فهو مزيان انت كيطلع لك بالماكله دونك شنو خصك دير خصك تدق الانسولين ديالك في الوقت ديالها وتحترم الريجيم اليمونتير يعني الطبيبه ديالك خصها تعطيك حميه الحميه تبعها حميه لان ما خصكش تناولي السكر السريع لا ما كنشربش كاع السكر انايا صافي برافو عليك لا ما تخافيش بالعكس ان شاء الله يكون كل شيء على خير غيمتك بالسلامه ان شاء الله الله يخليك نقدر زعما تكون عندي فرصه نولد ولاده طبيعيه هذه اول ولاده ديالك لا ثاني ولاده عندي بنتي عندها 4 سنين دابا والبنيه تولدتيها طبيعي ولا تزغيان لا ولدتها طبيعيه كان ما ديك الطبقه ما فيها السكر لا والو وي الوغ الا حافظتي على خزان مزيان داكوغ ولا حافظتي على السكر ما كيطلعش وي تقدري تولدي ولاده طبيعيه اختي شكرا مرحبا بك فليزير ان شاء الله الله يمتعك بالسلامة وتحياتنا لك شكرا لك بزاف مريم نواصل باقي المكالمات ومعنا مكالمة أخرى توريا من مراكش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله توريا مرحبا بخير لسنا أخبارك الله يبارك فيك مرحبا صلي الشرف اليوم مالي أنا شرف المتبادل الحمد لله بكل فرح مرحبا كل شيء بخير الله يجزيك بخير والشكر الجزيل للدكتورة مرحبا لالا عندي بنتي اختي عندي بنتي عندها 19 عام وي وكانت في الفورمة ديالها زوينة وكل شيء كتاكل مزيان وكل شيء من بعد البكالوريا ومشات تقرا مدينة أخرى منين مشات بدات كتاكل داكشي ديال لي ساندويتش وهكا غلاضت وي دابا غلاضت لواحد الدرجة ديال 73 ولكن مؤخرا مع داك كتسهر بزاف كتخدم الخدمه بالليل كلها وي هي دائما تخدم بالليل وما بقاتش كتنعس بالليل تقريبا ولا عندها نعاس مقلوب دابا ضعفت واحد الضعف ولكن ما كتاكل مره في النهار سواء في تقدر 24 ساعه ما تاكلش دابا كتاكل مره اما في 11 الليل اما في 10 الليل شحال ولا الوزن ديالها دابا دابا نزل 52 52 داك ولكن انا ما خايفاش من الوزن من 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 البوا خايفه من لان الشعر مسلها بزاف وجهها شحب ولا عندها الضيره تحت عينيها وي سيغن وي ولات معصبه بزاف وي دابا كاع عطله ولكن كدير ستاج ديالها ولكن شغن نقول لك مع هذا الله يخليك لما الجواب ناخذه في الراديو باش نديه لها في الشهر باش ندير لها تسمعوا هي اهلا لان انا عييت كنقول لها كتقول لي انت تاثرتي بالاطباء انت يا ماما هذه انا كنحس راسي اليز هكا ولكن هي ما بقاتش كتجمع بزاف وي ولات انطوائيه ولات بحال مخلويه كنقول يعني ما بقاتش ديك البنت اللي كانت كلها حيويه ونشاط وهكا ولكن حتى الاكل ما كتاكلش واش هي الشريفه اختارت الدراسه ديال هي اللي اختارتها هي صغيره وهي باغا الهندسه دونك هي مقتنعه بها مقتنعه بها واش هي اسكلي ايبانوي يعني في هذه السنه اللي مشات هي من بدلات المدينه مشات لا دابا السنه دابا عندها تخوازيام دازت تخوازيام يعني دابا عامين باش مشات واش اسكلي اسكلي ايبانوي يعني واش عجبها الحال في السنه الاولى ما كانش عاجبها الحال لان كانت لقات صعوبات باش تفرقات مع الدار ومشات لمدينه اخرى وديك الساعه عندها 17 سنه ما كاملاش وهكا ولكن مؤخرا يعني تاقلمات مع المدينه مع كل شيء تاقلمات وكل شيء وانا ما كان قريب كنمشي لها بزاف كنمشي عندها بزاف وكان ونطيبها وهكا كانت في الاول تقول لك فحشت ماك دارنا هذه دابا لا ما بقاش كتاكل داك ما بقاش كتاكل وما كنكذبش عليك حصبتني انا ما بقاش كنحس براسي انا كنشوف البنت كتذوب داك
ولا وجدت نقص ديالنا ونجحت الحمد لله وكلشي ولكن ما فرحاناش. وي باسكو دابا انت بالنسبه لك بان التفوق الدراسي ما كيغطيش على المشكل الصحي. انا متفقه معك الشيء يعني طبعا كان والدين كتشوف بنتها لانه هو واخا دابا هي ناقصه في الوزن ولكن طبعاً. ما حاساش بها مرتاح. الوغ شريفه انا غنجاوبك دو كوتي ميديكال يعني من الجهه الصحيه داكور. الوغ لو فات كو كتاكل مره في النهار هذا غير صحي بتاتا لان عندنا واحد الماده كنفرزوها سميتها ماده الكورتيزول اللي خصنا ناكلو 4 مرات في النهار. يعني حنا مخلوقين باش نفطروا ونتغداو وناكلو مع 4 العشيه نديرو ان غوتي ونتعشاو. دونك لو فات كو هي كتاكل مره في النهار فهذا غير صحي غير متوازن في جميع متأخرة في الليل. الوغ كيف ما كلات صباح 12 ولا في ساعه متاخره ما البيرمي با يعني ما كتمكنش اعضاء الجسم من مزاوله لا فونكسيون ديالهم داكور. هذه اولا. الوغ ثانيا عندها ديسير عندها اون بالور الوغ خصنا نديرو تحاليل ديال فقر الدم وديال خزان ديال الحديد. دونك لي سيغن ولا بالور غنكتشفوا واش عندهم اصل فيزيك غنديروا تحاليل ديال الدم وديال خزان الحديد. بوغ الاحساس بالانطوائيه بوغ لو فات انها هي ولات شويه مع الصباع سكو خصنا نديروا تحاليل ديال الغده الدرقيه. الوغ اولا الشريفه خصك ديري لها تحاليل ديال فقر الدم ديال الخزان ديال الغده الدرقيه واندوزاج دو فيتامين دي هادو بربعه باش نحيدوا اي كوز اورغانيك يعني اي عامل عضوي. الوغ الشق الثاني هو لو كوتي بسيكولوجيك يعني لو كوتي الجانب النفسي. الجانب النفسي وي باسكو باش في العام الاول طلع 73 كيلو ومن بعد ومن بعد هبط 52 وتولي مقلقه ونون سوسيابل يعني ما كتقلش معاها اجتماعيه باش دونك خاصنا نشوفوا هاد البنيته شنو المشكل النفسي ديالها يعني خصك تجلس وتهضر معها وتعرف منها هاد الحاله ديال عدم الراحه سكون ابل ماليتر بسيشيك يعني ما مرتاحاش منين جايه. وخصها تعرف بان الدراسه وي مهمه بزاف ولكن الدراسه ما كتجيش قبل من الصحه. لان الدراسه نقدروا نفشلوا ونعاودوا نعوضوها ولكن الصحه صعيب باش تعوض الى مشات. فعلا وبالصحه هي باش كنكسبوا كل شيء وكنقدوا ان يكون عندنا طموحات يعني طبعاً في الحياه طبعاً اليوميه. واخا قبل ما نوصلوا للمكالمات نرجعوا للمواد الغذائيه اللي كتساعدنا في حرق الدهون. وقفنا عند بقينا يعني في العطريه او في المواد المنسمه. بالنسبه كاين مواد اخرين ذكرتي على اساس انهم هما كيساعدوا. الوغ تماما كاين كانيل او القرفه فهي كتقلل من امتصاص ماده الجلوكوز في الجسم كتزيد من حساسيه الخلايا للانسولين. دونك حنا كنوصيو الناس اللي فيهم ديابيت دو تيب 2 السكري من النوع الثاني انهم يتناولوا القرفه وكذلك كتساعد في انقاص الوزن. دونك هي مهمه جدا في لي ريجيم اليمونتير غير لي كونتر انديكي ممنوعه على الاشخاص اللي كيعانيوا من ليبرتونسيون ارتفاع ضغط الدم ومن اضطرابات تخدر الدم او لي تروبل دو كواغولاسيون. دونك القرفه مهمه بالنسبه للمرضى داء السكري مهمه لفقدان الوزن مي خصنا نردو البال ما يكونش عندنا ليبرتونسيون ارتيريال. الوغ اوسي بالنسبه لي زاليمون بغول غراس اللي كيحرقوا الدهون الوغ عندنا لو سون دافوان اللي هو الخرطال الشوفان وي هو سي ان ريغولاتور دابيتي يعني كيقاد لنا الاحساس بالجوع والاحساس بالشبع. الخرطال يعني كاين اللي كياخذوا مثلا على شكل حبيبات اللي هو اللي كنديروا في الخبز مثلا ونديروا في الشوربه وكاين السون دافوان القمح الخرطال وكاين هذا كيكون مطحون يعني بودره سي سا. الوغ كاين قمح الخرطال وكاين لي فلوكون دافوان. الوغ القمح هو اللي كنقدروا نستعملوه باش كنصوبوا خبيزات ولا دي غاليت ولا كنستعملوه من اجل حساء الخرطال. لي فلوكون دافوان هما نقدروا نتناولوهم مع الحليب ولا مع الياغورت ايه ودون لي دو كا يعني في الحالتين بجوج فهو كيساعدنا باش كنفقدوا الوزن. كاين اوسي سكون ابل لا فامي دي كروسيفير يعني الاسره ديال الخضار اللي كنسميهم لي كروسيفير. شنو هاد لي كروسيفير؟ هما لي بروكولي وهما لي شو الملفوف وهما لي شو بروكسل هذاك الصغيور داك الكرومب الصغيور وي هاد لي كروسيفير فهما كيساهموا في تحول البروتينات وعمليه تحول الدهون. دونك هما يا الا دخلناهم يوميا في التغذيه ديالنا فحنا كنتحكموا احسن في الوزن ديالنا. الوغ اوسي كاين لاي لي زونيو يعني الثوم والبصل الثوم والبصل مزيانين هما كيعطونا واحد الاحساس بالحراره في الجسم. دونك كيزيدوا من التاثير الحراري ديال الاكل ومني كنزيدوا التاثير الحراري ديال الاكل كنزيدوا من حرق الدهون. دونك كنتحكموا اكثر وكنفقدوا اكثر الوزن. الثوم والبصله يعني واش قد ما كليناهم خضرين قد ما يكون احسن مثلا في الشلاضه ولا لانهم يكونوا طيبين الوغ نستعملهم في الاكل
احسن، لان دابا حنا فتره الصيف علما ان الثوم والبصل كيعطي واحد الرائحه شويه مجهده، دونك بزاف الاشخاص يقدروا ما يستحملوش خضر، دونك نحطهم ولا نستعملوهم في الطبخ ديالنا اليومي. ديالنا العادي. غادي ناخذ مكالمه اخرى مع نعيمه من الدار البيضاء. الو الو نعيمه. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير اختي لاباس؟ الله يبارك فيك الحمد لله. دكتورة لاباس عليها؟ مرحبا ميرسي. الله يخليك، بغيت نسولك دكتورة. وي. انا يلاه هذه 5 شهور باش ولدت وكان رضع رضاعه طبيعيه. وي. وحسيت براسي غلاضيت بزاف. داك. بغيت زعما شي ريجيم اللي نقدر نديرو ما ياثرش لي على الرضاعه. داك. الوغ انا كنغلط من الفوق اكثر من التحت. واخا شريف. الوغ هي حاله طبيعيه ان جميع النساء اللي كيرضعوا كيكتسبوا الوزن. علاش؟ لان حنا في الثقافه المغربيه ديالنا كيقولوا لك باش يكون عندك الحليب خصك تاكلي مزيان. سو كيفي كو الناس كيبقاو يزيدوا من كميه الاكل، كياكلوا المعجنات بما فيهم البغرير ديالنا، المسمن، كيتناولوا كميات زعما كثيره باش كمصا يبقى عندهم الحليب. الوغ كو هذا نوعا ما خطا. علاش؟ لان الحليب ما كيجيش بالاكل. الحليب اولا لاكتاسيون كتجي بالسوائل. سافو دير كوا؟ سافو دير كنتي تقدري ديري نظام غذائي، ان ريجيم اليمونتير باش تفقدي الوزن ديالك، وفي نفس اللحظه تبقاي كترضعي التربيه ديالك، ولكن تحترمي واحد ان برينسيپ دو باز، يعني تحترمي واحد المبدا انك تشربي 3 لتر ديال السوائل في اليوم بين الماء وبين العصائر. لان عندنا لي كانو غالاكتوفور، يعني عندنا دوك القنوات ديال الحليب اللي كاينه في الثديين لا لاكتاسيون، اي سون ستيمولي، يعني كيتهيجوا وكيبداو يفرزوا لنا الحليب ملي كنكثروا من كميه السوائل في الجسم. دونك تقدري تبعي ان ريجيم اليمونتير اكيليبغي، تنقصي من الاكل ولكن تحافظي على 3 لتر سوائل في النهار. السوائل بالماء وبين العصائر. وهذاك المبدا اللي عندنا في الثقافه ديالنا ديال خصك تاكلي، يعني خصنا ناكلو بكثره وناكلو مسمن وناكلو بغير، لا خص الجوده في داك الشيء اللي كناكلو. الوغ الحليب كيجي بالسائل بالماء وبالعصائر، ما كيجيش بالاكل. دونك تقدري تهبطي الوزن ديالك وتبقاي كترضعي الطفل ديالك بكل مرتاح. اخر مكالمه فتيحه من المحمديه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فتيحه. كنشكرك اختي سناء على البرنامج. الله يبارك فيك. عطاك السر، وعندي بنتي عندها دابا 17 عام وكتوزن 90 كيلو، والله يدير لي عندها داك الشيء في اليدين وفي الكرش وفي الارداف، لدرجه ان السراول فخذها والله بزاف، ما نقدرش السراول كيتشرقوا، كنفكر نزيدو كيتشرقوا. ودرت بديت عن طريق ديال الريجيم ديال الحميه، دخلت لاصال ولكن ديك الطبيب عطاتها داك الشيء ديال بالجرامات، ما قدرتش ملت، ما قدرتش ندير داك الشيء الطياب يوميا. كنطلب من الدكتوره الله يرحمها ليديك الله يعطيك صحتك تساعدني بشي ريجيم اللي تحاول ما تقدر عليه، ولا شي مع رياضه ولا شي ماساج. عافاك دكتوره. واخا هي غتعطيك قدر الامكان نصائح ان شاء الله، وغادي نحاولوا نديروا حلقات اخرين اللي ممكن. دابا انت سمعتينا، عطات بزاف ديال المواد الغذائيه اللي ممكن تساعدنا في حرق الدهون. عرفتي ريجيم اللي نقدر تبعو على طول اليوم. واخا تحياتنا لك فتيحه. وحنا كنتكلموا دابا على الحاله مثلا ديال بنت فتيحه، وبغينا نختموا على اساس انه ممكن انك تقدمي للاشخاص اللي كيسمعونا اليوم، ماشي غادي نقولوا ريجيم، لانه كل واحد وعلى حسب يعني الحاله ديالو والامراض اللي عنده مثلا. كل واحد حسب الكومبوزيسيون ديالو. ولكن نبغيو نعرفوا واحد النظام غذائي اللي هو اللي بغينا نقولوا مثالي، اللي غيقدر انه يساعدنا على انقاص الوزن، بالاضافه لهذه المعلومات كلها اللي عطيتينا، مواد اللي كتساعد على حرق الدهون، الملح والسكر كيفاش خصنا نتعاملوا معاهم، شنو هما الحويجات اللي كناكلوا، يعني كلهم هنا سواء الاسبوع اللي فات ولا دابا، يعني خدينا بزاف ديال المعلومات اللي هي مهمه. الوغ جوست قبل ما نقول لك على الريجيم الايديال او المثالي، غنجاوب هذه السيده. واخا تفضلي. الوغ البنيسه اللي عمرها 16 سنه وزنها 90 كيلو، هذا وزن مفرط بزاف. الوغ الطبيبه ديال الريجيم عطاتها لو ريجيم بالغرام. علاش؟ لانك خافت لها على الصحيحه ديالها، باسكو 90 كيلو راه حنا كندوي على سمنه من الدرجه الثانيه. داكوغ. الوغ كاين ريجيم معين للارداف والكويس، لان كاين واحد النوع من الاغذيه اللي كتهبط لا سيلوليت، هذاك الدهن اللي كيكون مجموع في هذيك المنطقه. الوغ في حلقه ان شاء الله مقبله غادي نديرو خاص على يعني موضعيين الدهون الموضعيه ان شاء الله ديال بطن الارداف، لان ريجيم اليمونتير اللي كيهبط الجسم كله ماشي هو اللي كيهبط الارداف، ماشي هو اللي كيهبط الكبيس، دونك باش نهضروا عليه بطريقه مطوله. مي سينو الوغ نرجع للسؤال ديالك سناء، سي كو لو ريجيم ايديال هو ريجيم اللي كيحتوي على كميه كبيره من الالياف،
حيت هذيك الالياف هي مواد طبيعيه كتمتص المياه وكتساعد على امتلاء المعده. الوغ الالياف فين كاينه؟ كاينه في الخضر، كاينه في الفواكه، كاينه في الحبوب الكامله، يعني القمح الكامل، يعني الشخص خصو يستعمل توسكي كومبلي، القمح الكامل، الشوفان، الشعير. الوغ ثانيا كتناولوا اغذيه عندها معدل تحليه منخفض، يعني اندس غليسيميك با، يعني السعرات الحراريه كتكون هابطه. مثلا الشخص بلاصه ما يتناول ليا دي بات غيتناول واحد لي بات خرجوا من نوع جديد سميتهم لو كينوا، اللي هما دي بات اللي ما عندهمش معدل تحليه اللي يكون عالي يعني منخفض. فوالا الوغ كاين الكينوا، كاين التابيوكا، كاين المانيوك، هادو انواع اللي متواجدين في الاسواق. اي عند العطاره متوفرين دابا وحتى فوالا، وهما ما فيهمش سعرات حراريه كثيره. الوغ اوسي كنوصيو بشرب المياه وشرب السوائل. علاش؟ باش كنطردوا السموم وباش نعطيو واحد الاحساس بالشبع. اوتخ شوز سي كان انسيستيو على الحصول على قسط كافي من النوم. علاش؟ لان النوم متاخر هو اللي كيفافوريسي السمنه. كنوصيو اوسي على تناول لي بروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعه اللي موجوده في الريب، في المخللات، في اللبن المخمر. وكان انسيستيو على ممارسه الرياضه بشكل يومي. اوسي استهلاك الدهون الغير المشبعه، لي زوميغا 3 لي زوميغا 6، لان هاد الدهون الغير المشبعه كتاخذ المكان ديال الدهون السيئه للجسم كتعوضها، وهي كاينه في الويل دوليف، كاينه في الاسماء، كاينه في الحوت، يعني بالانواع ديالو الحوت، الصوجا، في بودر الكتان. واهم حاجه سي خصنا نوضعوا اهداف منطقيه. صافي دير كو الشخص ماشي دوز حياته كلها باش يكتسب واحد 20 30 كيلو زايده ويجي في شهر واحد يبغي مثلا يحيدها كامله. الوغ خصنا نحطوا اهداف منطقيه باش نقدروا نتغلبوا على الزياده في الوزن. و لي زاليمون اللي قلت قبيله، لي بغول غريس، يعني دوك لي بوسيون اللي كيحرقوا العصائر، دوك الانواع ديال الشاي، بعد كل وجبه نحاولوا نتناولوهم باش كمسا دوك الدهون ما يدخلوش للجسم ديالنا.